تذاكر فطار صايم لو سمحت. ده احنا بنبقى صايمين كام ساعه ومش قادرين، ما بالكم باللي تقريبا صايمين طول السنه. يا ترى انت هتصوم رمضان السنه دي كام يوم؟ انا عن نفسي هصوم 90 يوم. اتعلمت من النبي اللي يفطر صائم ياخد ثوابه. فيا ترى انت السنه دي هتفطر كام صايم؟ وهتصوم رمضان كام يوم؟ بمشاركتكم في برنامج إفطار الصائم، بنك الطعام المصري هيقدر يدخل الفرحة على أسر كتير محتاجة. للتبرع اتصل على 160 60. بنك الطعام المصري، معاً للقضاء على الجوع.